السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نفهموا جميع الكلام ديال الوزير منين قال يسمح للأساتذة بمنح نصف نقطة أو نقطة للتلاميذ وليس تمكينهم من النجاح ب 8.5 أو 9. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قوم معايا باش نعرفوا داكشي بالتفصيل. أولا لنسمع ما قاله السيد الوزير ثم نحاول تحليله بالتفصيل. إن هذه واحد العملية بيداغوجية محضة، وما يمكنش لا المصالح المركزية أو الإدارية أو الوزير يدخل في أمر بيداغوجي محض أبدا. اليوم عندنا واحد الهيئة اللي هي سميتها مجالس الأقسام. المجالس الأقسام اللي عندهم واحد القيمة أكاديمية، هو واحد السلطة أكاديمية وبيداغوجية اللي موكلة الأساتذة. الأساتذة هم اللي كيعرفوا هذاك التلميذ واش يمكن يتم هذا منحه واحد نصف نقطة ولا شي حاجة باش يوصل للعشرة أم لا. وهذا الشيء في إطار العتبة، احترام العتبة. ما عمرنا ما قلنا غنقصوا العتبة. هاد القضية العتبة هذه 3 سنوات وحنا كنعملوا باش نحترموا العتبة. 5/10 بالنسبة للابتدائي و10/20 بالنسبة للثانوي، والحمد لله هذه 3 سنوات نتائج جد مهمة متميزة. سنة بعد سنة ما يمكنلاش نجيو وهذا الشيء اللي بنينا في 3 سنوات نعاودوا نضربوا فيه ونرجعوا للور. ولكن عطينا السلطة للمجلس القسم باش يراعي الظروف ديال التلميذ، باش اللي كان خاصه واحد نص نقطة ولا نقطة يوصلوا لعشرة، ماشي يمكنوه ينجح بتسعود أو بثمانية ونص أبدا، ولكن يديروا له يقدروا يوصلوا عشرة. لكن هذاك التلميذ كيحضر ومهتم وكاين واحد التطور في النقط ديالو. لكن شي واحد اللي ما عندوش هاد الشروط انا اظن بان ما غاديش ينال هاد القيمه المضافه من طرف الاساتذه. اذا من اهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها انطلاقا من كلام الوزير، أولا مسألة عتبة النجاح هي عملية بيداغوجية محضة، ولا يمكن للمصالح المركزية والإدارية أو الوزير بنفسه أن يتدخل في هذه المسألة. ثانيا هناك سلطة لمجالس الأقسام في هامش نصف نقطة أو نقطة، وذلك في إطار العتبة. لا يمكن الحديث عن تخفيض عتبة النجاح. ثم النقطة الأخيرة، منذ 3 سنوات والوزارة تحترم العتبة وتحددها في 5/10 بالنسبة للتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي تحددها في 10/20. إذا هادو 4 ديال النقط المهمة اللي تكلم عليهم الوزير، غادي نشرحهم كل نقطة بوحدة بالتدقيق. إذن هنايا مسألة عتبة النجاح هي عملية بيداغوجية محضة، ولا يمكن للمصالح المركزية والإدارية أو الوزير بنفسه أن يتدخل في هذه المسألة. إذن في هذه النقطة أكد الوزير بأنه ما عندوش هو الدخل ولا المصالح المركزية ولا الإدارية في عتبة النجاح. اللي عنده السلطة هما مجالس القسم اللي أكدها في النقطة الثانية، وهاد مجالس القسم عندهم هامش ديال أنهم يزيدوا واحد نصف نقطة ولا نقطة باش ينجحوا التلاميذ، وذلك في احترام العتبة. يعني في احترام العتبة 5/10 في الابتدائي و10/20 في الثانوي الإعدادي أو الثانوي. إذا هنايا لا يمكن الحديث عن تخفيض عتبة النجاح. إذا في هذه النقطة قال الوزير بأنه الوزارة ما عندهاش أدنى نية في تخفيض عتبة النجاح، أنها مثلا تنجح تلاميذ عندهم 8.5 ولا عندهم 8 ولا عندهم 9، تنجحهم بداك النقطة وتعتبرها هذيك هي عتبة النجاح. ما يمكنش. لماذا؟ لأنه منذ 3 سنوات حسب كلام الوزير والوزارة تحترم العتبة وتحددها في 5/10 بالنسبة للتعليم الابتدائي و10/20 بالنسبة للإعدادي والثانوي. إذا الوزير كيأكد بأنه ملي شد الوزارة هذه 3 سنين وهما كيحترموا العتبة وكيحددوها في 5/10 في الابتدائي و10/20 في الثانوي والإعدادي. يعني ممكنش ينزلوا تحت العتبة 5/10 و10/20، لأنه إلا نزلوا تحت هذه العتبة غادي تعتبر بأنه راجعين للوراء كما قال الوزير. مع هذه التصريحات ديال الوزير مجموعة من التلاميذ والتلميذات صيفطوا لي أسئلة وكيستفسروا على الأمر. بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم 8 8.5 كيقولوا لي واش صافي فقدنا الامل اننا ما ناجحينش. بلاتي انا ما غنقول لكمش واش تفقدوا الامل ولا ما تفقدوش،
ان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. بالنسبه للنجاح من عدمه غادي يحدوا مجالس الاقسام، يعني الاساتذه ديالكم هما اللي كيعرفوا اكثر عليكم، هما اللي كيعرفوا المستوى ديالكم، واش بدا في تحسن في الدوره الثانيه في البدايه ديال الدوره الثانيه ولا كان هابط في الدوره الثانيه، يعني كيعرفوا بالتدقيق المستوى ديالكم وهما اللي غادي يحدوا واش غادي تنجحوا ولا لا. اذا في التصريح ديال الوزير فقط حدد مجموعه من الاولويات. الاولويه ديال الوزاره هو انه عتبه النجاح ما تنزلش عليها 5 في ابتدائي و10 في الثانوي والاعدادي. اكد على دور مجالس الاقسام في هذه المساله، واكد بدرجه اساسيه على دور الاستاذ بانه كيعرف التلميذ ديالو، كيعرف التحسن ديال التلميذ في السلوك ديالو باش يمكن له يزيد داك نصف نقطه ولا نقطه لذاك التلميذ ويمكن له ينجح. واخا هادشي كامل فكروا معايا بانه هذا العام راه استثنائي ومجموعه من الامور ممكن تحصل، يعني ان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه، اي استفسار واي سؤال حطوه لي في التعاليق وان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على المتابعه والدعم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.